دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. يقول أحسن الله إليكم: انتشر في هذا الوقت صور لأطفال ميتين، وكذلك رأينا غرق أكثر من 200 شخص سوري في إحدى الأماكن. يقول: فهل يشارك في هذا الإثم العظيم من دعا إلى الثورة وإلى الربيع العربي من الدعاة المحرضين؟ من دعا إلى تفريق المسلمين ودعا إلى الفتن فهو يدخل في هذا. نعم.